ليكوا حق تعملوا اللي انتوا عمالين تعملوه ده والله. يعني واحد في اللي هو فيه ده وعمالين برضه فين الالبوم فين الالبوم يا اخي، قدر اللي انا فيه يا اخي. في ناس بتتفرج علينا، نبدأ ال conversation. بكرة شغل دولي. بص برضه اقول لك بكرة شغل دولي يا جدعان. انا رحت الشلالات يا جدعان، بغض النظر عن اللي حصل مع الواحد، يعني هو الواحد اكتشف ان في ناس كده بالنسبه لهم ايه، واد عنده طموح كده ومتفائل وعنده حلم وعال بيت كده، فاحنا نوديه الملاحات. نوديه الملاحات ازاي بقى؟ نعمل بلاغ في المصنفات ان الراجل ده عنده برامج مزيفه او مش اصليه يعني، واستوديو وحاجات زي كده. يا عم نقول سجاير اللي يم يا عم. المهم بس خليني اقول الكلمتين اللي عندي عشان في جزء مهم انا محتاج اقوله يعني. ف طبعا كل حاجه اتاخدت ورعت في الملاحات بما فيهم البوب فلتر بتاع المايك والراوتر، كل حاجة راحت في الملاحات. وبعد ما ربنا كرم ومشينا من المكان ده، طلعت انا بقى عشان اروح اشوف اعمل تصاريح بقى اللي هم عايزينها يعني. اروح هنا واروح هنا واروح هنا، يقول لك لا ما ينفعش تعمل تصاريح عشان انت ساكن في المكان ده، انت قاعد فيه. لازم هتعمل سجل تجاري وسجل ضريبي وفي مندوب حد هيجي يبص على المكان، لو لقاك ده المكان اللي انت ساكن فيه ممنوع. طب هو مجهول يا عم، يا عم هو مجهول عشان معيش تصريح، فايه اللي ممنوع بقى؟ فانت ايه لسه برضو مش عارف انت المفروض تعمل ايه ومطلوب منك ايه يعني. طبعا بقى ايه، انا مش من النوع اللي الحاجات دي بتزعله يعني، بقول قدر الله ما شاء فعل وبتعايش، ما بكتئبش والموضوع ما بيجيش على نفسيتي يعني، بتعايش. بس انا زعلني حاجتين، الحاجتين دول مهمين بقى يا جدعان، هما دول اللي انا عايز اتكلم فيهم اصلا. رابرز تقال محترمين يعني ليهم اسمهم كده، وهما اللي كانوا بيكلموني، وانا يعني كلمه هما اللي بيكلموني دي مش عنطزه مني، بس هقول ليه انا بقول كده دلوقتي. الناس دي انا لما خرجت فتحت الفيس وفتحت النت لقيتهم عاملين لي بلوكات، عاملين لي بلوكات من على الفيس ومن على الواتساب وبتاع. ليه؟ ايه الفكرة يعني؟ مش عارف، انا مش طالب منك تكتب عني بوست وبتاع، انا مش واخد طلقة في دماغي يعني عشان انا ايه اطلب منك تتعاطف معايا، بس ليه بتعمل لي بلوكات برضو يعني؟ تاني فكرة، الناس المحترمة اللي انا كنت مفروض شغال معاهم، اللي عاملين مع بعض ميوزك فيديو وعاملين مع بعض 6 تراكات، اول كلمه انا خدتها منهم برضو كده طلقه في دماغي كده، شوف يا يوسف هتعرف تجيب الهارد او هتعرف تجيب الحاجات اللي اتاخدت دي ولا ايه، عشان العقد فيه شرط جزائي، فاحنا لو كده عايزين الشرط الجزائي. في وش كده، دي الحمد لله على السلامه اللي انا خدتها يعني. معرفش بقى يروحوا بقى يرفعوا العقد ده بقى ولا يعملوا بيه قضيه ولا يعملوا ايه، انا مش عارف. هي دي اللي انا خدتها في وش كده، وده اللي انا عايش فيه يعني. انا قاعد بقى افكر يعني، هل انا المفروض ان انا اقعد استنى الحاجه دي لما تيجي، الحاجه اللي راحت الملاحات عشان مفيش تصاريح، التصاريح اللي هي ممنوع ان هي تطلع عشان انا قاعد في بيتي، الدوامه الغريبه دي يعني، اقعد بقى استناها عشان الشغل اللي عليها.
لا انا ما عملتش كده. انا بقى اصحابي يعني قد الدنيا الحمد لله، عندهم استوديوهات واستوديوهات مرخصة وزي الفل، انا هشتغل عندهم لحد ما اشوف كلام هيبقى على ايه. قعدت بقى اقلب في الشات بقى بيني وبين اصحابي بقى، انا كنت بعت لهم تراكات قديمة بقى، ايام تراكات الدب الشمالي. يعني الدب الشمالي ده بقى له سنة ونص كده، الفترة دي كنت عامل فيها تراكات انا ما نزلتهاش بس كنت ببعتها لاصحابي. يعني انا جبت التراكات دي وانزلها وهعمل جديد، واللي عمل حاجة يعمل احسن منها 20,000 مرة. دي ده مبدئي يعني، ما عنديش اي مشكلة. بس انا قلت اللي عندي يعني. والله كتير يا محمد اعمال، يعني 3 4 كده، 3 4 بلوكات فاهم. اللي عمل الحوار ده برضه عشان تبقوا في الصورة، مش هقول اسمه يعني، بس هو حد موجود في المجال، بس هو مش حد بيقف على مايك يعني، مش رابر يعني، حد موجود. معرفش بقى كان قصدي يرازيني انا ولا يرازي الناس اللي هم بتوع الانتاج اللي كانوا معايا، معرفش يعني، بس اللي اترازى انا يعني. ده ما بتقفش على حد يا جدعان. عادي يعني، الشغل كتير والشركات كتير والحمد لله يعني، الواحد هو اللي بيختار، مش حاجة تاني يعني. يعني احنا اللي بنفاضل واحنا اللي بنختار نشتغل مع مين وما بنشتغلش مع مين. بس الواحد بيتكلم على ان المفروض يبقى فيه ريسبكت او يبقى فيه ادب، يبقى فيه احترام. ما يحصل معاك موقف زي ده ما يبقاش الرد الفعل وقعد يقول لك شرط جزائي وشوف تعرف تجيب الحاجة ولا لا، احنا صارفين فلوس، احنا عاملين مش عارف ايه. انا مش عارف والله، انا شكلي ابقى جيمنج زيكو، ابقى جيمر زيكو كده. انتوا عمالين تلعبوا وبتاع، انا شكلي خلاص بقى كده ايه، شكلي ابقى جيمر زيكو طالما هي ايه مش نافعه. حبيبي عبد المنصف يا جامد، تسلم يا معلم. حبيبي مروان، لا يا جدعان، انا لما قعدت انقب، قعدت بقى اخش في الشات بيني وبين اصحابي كده، وقعدت انقب بقى على التركات القديمه اللي انا كنت بعتها لهم. انا هعمل ايه؟ ما انا يعني مش هستنى ما اقعد بقى لسه بيلد بقى اي بي جديد او كده. التركات اللي انا لقيتها الثلاث اربع تركات دول انا هنزلهم الايام دي. انا بقى ما بقتش مستني بقى اللي كان هيعمله الميوزك فيديو، او اللي كان ميوزك فيديو هياخد الالبوم ويروح بيه والحته اللي انا كنت شايفها خلاص يعني. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، التراكات القديمة اللي لقيتها هنزلها. والحمد لله يعني، هو تراكات انا بحبها برضو ومبسوط بيها يعني. لحد ما ربنا يكرم يمكن كام يوم كده ونعرف نجيب الحاجة دي والموضوع يخلص على خير يعني. مختفي فين ومفيش تراكات؟ انا كنت في الملاحات يا عم الحاج. يا عم مش على عدة جديدة ولا على عدة قديمة، الموضوع مش عدة جديدة وعدة قديمة، الموضوع ان بيقول لك بقى خلاص هم ممنوع بقى يعني فاهم، لازم تصريح. هي مش قصة عدة جديدة وعدة قديمة يعني، عايز اجيب عده جديده اجيب عده جديده مش حوار يعني. بس المشكله اللي على العده اهم من العده. العده ما احنا اصحابنا كتير واستديوهات كتير، المشكله اللي على العده بقى.
ده ما انا قللت السجاير خلاص، بقى احاول ابطلها يعني. اشرب شوبات بس. ربنا يتوب علينا منها اخطاء السجاير دي. الحاجات اللي في الملاحات دي، 6 تراكات وميوزك فيديو يا عم. الحاجات اللي في الملاحات بص يا بروديوسر صاحبي بيتفرج علينا دلوقتي، داخل يقول لي التراكات معايا، احنا كنا شغالين عليها. احنا كنا شغالين عليها من سنة ونص فاتوا، بقى دي التراكات القديمة اللي انا هنزلها يا عم الذكي جدا. الحاجة بقى اللي راحت دي الشغل الجديد، انت ما سمعتوش اصلا. بس والله يا جدعان يعني بغض النظر بقى عن اي حاجة، انا كنت مبسوط لما شفت موقفكم يعني. كنت مبسوط لما شفت موقفكم ان انتوا كنتوا قلقانين عليا وكده، والموضوع ده بسطني يعني، فرق معايا بصراحة. بهزر يا اسلام ابو زيد، اكيد بهزر يعني، بهزر. احلى مسا عليك يا سعد، مع اني مش شايفك ما بفهمش في البتاع ده، بس احلى مسا عليك يعني. يلا انا قلت يعني حبيبي يا محمد، قلت لكم الكلمتين اللي عندي، واتمنى تكونوا عرفتوا الموضوع كان ماشي ازاي. اتوكل انا بقى، واليومين دول هتلاقوني بريليس التراكات القديمة دي، هتلاقوني برفعها، وربنا يكرم كده لحد ما نشوف الجديد هيحصل ازاي يعني. حبيبي عبد الرحمن الله يبارك لك يا صاحبي، حبيبي حبيبي يا طارق. يلا يا جدعان عشان ما خلاص انا قلت اللي عندي، ونلتقي في خلال ايام كده بالتراكات القديمة اللي هي هتبقى بالنسبة لكم انتوا جديدة. مش عارف، انا بقالي فترة عايش على الحوار ده، اللي هو اعمل التراكات برضو. التراكات بتاع حسب لا شيء وتفاح والكلام ده برضو لما نزلت التراكات دي كان بقالها سنة مثلا، مش عارف ماشية معايا كده اللي هو اعمل تراكات واسيبها واعمل غيرها، فغيرها ده يحصل دروبات فارجع انزل القديم. الحمد لله. سيب فعلا الميوزك فيديو اللي راح ده كان هيروح في الفلانكات بجد، وبرضه الحمد لله. يا ابني المايك فين يا ابني؟ مفيش مايك، مفيش مايك يا حبيبي، ده الستاند بس. اصحى كده وركز، خليك شواف. ده انا خايف يعرفوا ان معايا تليفون جديد. لا يا عم مش هنقعد عليه سنة، وهي الأيام دي بإذن الله هنزل لكم كل الأغاني دي، لأن هي خلاص هي يعتبر معمولة يعني، هنزلها. وهي كانت تجارب بقى كذا لون يعني، هتلاقوا حاجات كده ألوان مختلفة وتراكات كده غريبة وبتاع، هنزلها وربنا يكرم في اللي جاي بإذن الله. وحابب أشكركم تاني يا جدعان على اللي عملتوه معايا في الفترة دي، أنا فعلا الموضوع ده فرق معايا يعني. ثانك يو.
يلا، السلام عليكم يا رجاله.